مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. والله اشتقت لكم، انا امبارح ما شفتكم بس اليوم باك معكم، الكم وحشه. اهلا وسهلا فيكم جميعا، وان شاء الله تكون ايامكم كلها خير. الجو جميل ورا برا، درجه الحراره مقبوله الحمد لله. هنا في اوتوا ان شاء الله تكون نفس الشيء في كل مكان، وقريبا نقدر نطلع كلنا وننبسط. اليوم طبعا عندنا موضوع مهم جدا، خاصة للقادمين الجدد. وصراحة أحكي لكم في شغلات حتى إحنا اللي إلنا سنوات هون في كندا للأسف ما بنعرف عنها أو ما مش فاهمينها صح، عن موضوع البانكينج سيستم في كندا. فعشان هيك الموضوع فيه صار شوية تغييرات خلال الكوفيد 19، فحبينا نستضيف شخص مختص في هذا الموضوع يحكي لنا عن بشكل عام البانكينج سيستم اللي موجود في كندا، شو هي انواع الحسابات البنكيه، ليش نفتح هاي الحسابات وليش ما نفتح هاي، شو الفائده من هاي اليوم وشو الفائده منها بكره. كل هاي الشغلات طبعا انا بحكي لكم اياها بعد ما سويت يعني تلفونات مع ضيفتنا، عرفت في شغلات احنا فعلا يعني حتى الإقدام في البلد للأسف ما بنعرفها. عشان هيك اليوم معنا صديقة كنار تي في نادين تبارا. أهلا وسهلا فيك يا نادين. أهلا بحضرتك. طبعا الكل حابب يتعرف عليك يا نادين، أنا هحكي مختصر عن نادين. نادين بتشتغل في البانكينج سيستم الكندي من حوالي 7 سنين. الآن هي بتشتغل فاينانشال أدفايزرز في بنك سي آي بي سي في مدينة أوتوا فرع كارلينغوود، فاللي موجود قريب من بيشور كارلينغوود وحابب يأخذ نصيحة بالعربي أكيد لازم يتوصل بنادين، لأنه أكيد حتساعدكو وتعطيكو الإجابة الصح. غير هيك اللي بعاد عنا، عشان هيك إحنا بالسوشيال لايف اليوم، نادين حتعصر لنا الخبرة تبعت 7 سنين هاي وتعطينا إياها اليوم إن شاء الله في حلقتنا. فبنشكر نادين، نشكرك كتير، أهلا وسهلا فيكي. وخلينا نبدأ. أوكي. معظم خاصة القادم الجديد يا نادين لما يروح على البنك بوقف قدام البنك كأنه داخل على محكمة، مش عارف شو اللي عم بيصير جوا. بصيروا يحكوا له مصطلحات وأسماء، وافتح هذا وافتح هذا وهذا أحسن لك وهذا أسوأ لك. خلينا نفصلهم عشان نعرف شو هم. أول شغلة بدنا نحكي عن التشيكينج والسيفينج، هدول البيزك تبعون البنك. بيزك أكاونتس. شو الفرق بينهم؟ شو الفرق بينهم؟ وشو الفائدة من هذا وشو الفائدة من هذا؟ أوكي. التشيكينج أكاونت هو المين أكاونت لكل الترانزاكشنز بتصير عبر هذا الأكاونت. يعني الانكم بينزل على الحساب والبيلز كلها بتندفع من الحساب للتشيكينج. حسب قديش الشخص بيعمل ترانزاكشنز بالشهر بيكون في نوع حساب معين، يعني فيك بتبلش من البيسك اكاونت للانليميتد ترانزاكشنز. بس as a newcomer دائما في باكجز، يعني في باكج بيعطوه الحساب للتشيكينج بلا مونثلي في، فممكن يستفيد من هذا الموضوع. Okay. طبعاً لأنه checking account وبيصير فيه كتير transactions بالحساب ما عليه interest، يعني ما في interest على الحساب، وما ضروري يكون في checkbook أو checkate على الحساب، بيتسمى checking لأنه بيصير فيه transactions كتير بالحساب. بس ممكن نستخدم checks منه، ممكن نطلب شيكات. ممكن أكيد، بس مش طبعاً أكيد okay. بس مش ضروري، يعني مش ضروري، بس اكيد في الواحد يطلب دفتر تشيكينج. طب هلا التشيكينج هذا هو اللي بسموه في بلادنا الحساب الجاري، صحيح؟ اللي بضله جاري، مزبوط، الحساب الجاري. اوكي صح. والسيفينج اللي هو تفضلي. حساب السيفينجز هو الحساب الادخار، اللي بنسميه حساب الادخار، اللي هو بنجمع فيه عليه انترست، بس الانترست بسيطة لأنه هو أكثر بيستخدم للادخار اليومي. اللي أنا بنصح فيه الواحد يستخدمه ليعمل بادجيتينج، يعني عارف عندك مثلاً دفعة بعد كم شهر بروبرتي تاكسز، سفر تيكتس سفر، بتجمع كل شهر على جنب وبتحطهم بالسيفينجز، ووقت اللي يجي الاكسبنس تاخذهم من السيفينجز، هيك ما بنضطر نستخدم الكريدت كارد او اللاين اوف كريدت، بنكون محضرين ahead of time.
يعني هو عبارة عن زي بنحكي عند الأولاد الصغار حصالة الفلوس، يعني بتحط فيها فلوسة. صح. هل السيفنج بأخذوا عليه account fees؟ حسب نوع السيفنجز، في انواع سيفنجز اذا بتستخدمها اونلاين، يعني بتعمل ترانسفير من حساب التشيكينج للسيفنجز ومن السيفنجز للتشيكينج او اونلاين او على الماشين، ما عليه فيه بالمره. ما عليه فيه، بس المهم انه ما يندفع بال دايركتلي، يعني فاتوره دايركتلي من الحساب السيفنجز. لازم كل شيء يكون عبر حساب التشيكينج، والسيفنجز بيكون بس للادخار. واضح واضح. طيب انا بدي اسال سؤال، يعني انا رايح على البنك ومعطيهم فلوسي وهم شغالين في الفلوس هاي وعم بيقولوا لي بدك تدفع 10 to $20 a month، يعني حسب الليفل، في 5 اي ثينك، في 10 غير القادم الجديد، في 15، في 20، في 25، whatever، يعني هذه الحدود. طب ليش انا بدفع؟ ليش انا يعني انتوا مش انتي طبعا، انتي مش صاحبية البنك، بس البنك ما اخذ فلوسي وعم بعمل استثمارات وبعطي مورجج منها، ليش بحاسبونا باخذوا الحساب؟ هو لانه بصير في ترانزاكشنز بالحساب، ممكن نبعت ستيتمنت، يعني هو بصير في كانه في على الحساب، بس في طرق معينه تو افويد الفيز، يا أما okay. يكون شخص عنده ليميت معين أو سوري بالانس معين بالحساب، إذا كان في بالانس معين بالحساب، بلس إنه يا أما الإنكم بيفوت على الحساب أو البيلز بيطلع من الحساب، يعني عندك بي أوثرايزد بيمنتس من الحساب، هيك يو دونت باي فيز، ما بتدفع ولا في. حلو حلو. so يعني في ثلاث شغلات حكيتي لنا إياها هلا. إذا كان عندك بالانس معين في الحساب، في حسابات مثلا $1,000 2000 3 حسب ال الحساب، اذا كان هذا البالانس دائما موجود في الحساب فما ما بسحبوا منك الفيز. والشغله الثانيه اذا بنزل لك دخلك راتبك عليه، صح، واذا بتدفع منه البيلز اوتوماتيك، يعني يا بينزل الانكم او بيدفع بيلز، تو بيلز، يعني يا تو بيلز يا انكم. اوكي، ما سهل الحساب، ما بترد اي سهله عاده، وما ما يا افويد الفيز. يا نادين يا ريتهم اثنين، ندفع اكثر بالشهر. ما هيك يعني لو اذا تعبان مش مشكله. طيب هاي اول فكره مبسوطا عليها، هذه شغله مهمه اعتقد انه كل واحد ممكن يستفيد منها، وهذه شغله واضحه. طيب هلا نحكي السيفنج، يعني انا في بلادنا العربيه السيفنج كان يعطوا فايدة، طبعا في موضوع الفايدة بناش ندخل فيه، في ناس بقول لك ربا وحرام وهذا، عشان هيك بيقدروا يسووا تشيكينج، بس السيفينج أنا شفته في كندا بسيط جدا، يعني نسبة بوينت عن إشي بسيط. صح، هل هذا لأنه الستوك ماركت في شغلة اسمها هاي ريسك وسلو ريسك، ولا ما في منه هذا؟ لا ما خلص، بس هو السيفنجز لانه شورت تيرم، مشان هيك الانترست تبعه بتكون كتير واطي، يعني في عندك اذر alternatives لحتى الواحد الريتيرن تبعه يكون اعلى، يا اما يكون جي اي سي بتكون شوي اعلى، جي اي سي اللي هو اسمه guaranteed investment certificate، يعني بتبقى حاطط عامل بلوك على الحساب لنحسب لسنه، اوكي الحساب بيتجمد لسنه، بتاخذ عليه فايده معينه خلال هيدا السنة وبتنزل آخر السنة. أوكي. بتكون الفايدة شوي أعلى. اللي بيعطيك ريتيرن أكتر شيء هو أكيد الستوك ماركت، بس الستوك ماركت في عندك فلكشويشن، يعني حسب الشيرز قديش بيسوا، ممكن يطلع ممكن ينزل، بده يكون واحد مرتاح مع هذا. أوكي، حنحكي عنهم في الـ RESP والـ RESP. طيب ممتاز، هيك واضحين. طيب هلا في كندا الحمد لله معظم الناس صارت تتقدم وصاروا يستخدموا الاونلاين بانكينج، بس لسه في ناس بيستخدموا تشيكينج. في شغله بنسمعها كتير، بقول لك ابعت اعطيني فويد تشيك، ممكن تشرحيها بشكل بسيط؟ اعتقد دولنا العربيه يمكن قليل بيستخدموا الفويد تشيك، فاذا في مجال بس تشرحي لنا شو يعني فويد تشيك وشو شو ضمانته، هل هو بخوف تعطيه لواحد ولا لا؟ هو حسب لمين عم تعطي، اكيد يعني هو الفويد تشيك عاده بينعطى
لشركة موثوق فيها، للشغل مطرح ما واحد عم بيشتغل. إذا كان شركة مش موثوق فيها يعني كأنك عم تعطيه authorization للشخص يسحب من الحساب. الفويد شك عليه كل تفاصيل الحساب اللي هو البرانش، البنك نمبر والأكاونت نمبر مع اسمك وعنوانك وكل التفاصيل. فمشان هيك يعني لازم يكون واحد كتير مؤكد قبل ما يعطي الفويد شك. هلا الفويد شك في الواحد يطبعه أونلاين، وفي يكون شك وبس هيك يشخط ويكتب فويد، الثاني بيمشوا. أوكي يكتب بس عليه بس فويد يعني. صح، هو بيستخدم يا أما تل إنكم يدخل على الحساب، يا أما payment pre-authorized payment تطلع من الحساب، مشان هيك بيطلبوا void check. sounds good. أوكي واضحة. طيب أنا بس بدي سريعا أحكي عن شغلة عن ال check نفسه، مدام عم نحكي عن موضوع check. بس نشتشرحي لنا سريعا اللي موجود على ال check. أنا أوكي هيو احنا شايفينه هلا على السكرين. في اول شيء ثلاث ارقام 184، هذا رقم الشيك، هذا رقم الشيك، هذا رقم الشيك. ال 00502 هو رقم البرانش اللي هو الترانزيت. اوكي يا ترانزيت يا برانش بيسموه. صح، يا برانش يا ترانزيت، اللي هو شفت التو بلور ستريت ويست. أوكي. هيدا البرانش اللي موجود هنيك رقمه 00502. اوه هون يس. اوكي ال 010 هو رقم السي اي بي سي. كل بنك عنده ثلاث ارقام، السي اي بي سي هو 010. اوكي وهذا رقم الحساب. هذا رقم الحساب مزبوط. طب هلا في 70 وفي شغلات هيك بعدين 5555. هو كله رقم واحد. اوكي بس بيفصلوه، بس هو رقم كله واحد. ساوندز جود. اوكي واضح. اذا وضحنا الان شو اللي مكتوب على الشيك والفويد شيك شو معناه، والتشيكينج اكاونت والسيفينج اكاونت. طيب بيجي سؤال، هل اسوي اكاونت انا ومدامتي ولا كل واحد لحاله؟ كل واحد يريح راسه حسب انت شو بتفضل. هو البنفيت انه واحد يكون جوينت اكاونت لحتى لنحسب برات البلد والمدام بدأت تجي تسحب من الحساب، يكون عندك جوينت اكسس. اي واحد من الشخص يعني ايذر اور بيقدر يسحب من الحساب، فمش غلط ابدا يكون جوينت اكاونت، لانه هيك الاثنين تكون عندكم اكسس على الحساب. واحنا مره كان عندنا محامي حكى عن الموضوع هذا، قال في الجوينت اكاونت في حال لا سمح الله واحد من الاثنين توفى فاوتوماتيك المصاري بتروح على حساب الثاني. يا لانه بصير يستفيد منها. كنا نحكي عن موضوع الوصيه وما الوصيه. اوكي ساوندز جود. يعني بما انك ذكرت انه الاكاونت يكون الجوينت، بدي بس اقول شيء كنيو كامرز، ممكن واحد يعمل حساب الجوينت، بس انا بفضل كل شخص يكون عنده الكريدت كارد لحاله. الكريدت كارد هي لانه وقت ليش واحد على البلد تعرف هون الكريدت هيستوري كتير مهم لحتى الواحد يبلش يبني. فاز النيو كامر حتى لو ما عنده انكم ممكن يحصل على الكريدت كارد، الليمت تاعيته يكون قليل يعني بين 1000 و1005 لحتى يبلش تبلد الكريدت. بس طبعا يعني لازم يكون تستخدم very responsibly وتندفع على الوقت لحتى يكون الكريدت بنا بطريقة مضبوطة، في حال بالمستقبل في واحد يشتري سيارة بده يشتري بيت whatever عنده كريدت مضبوط. هاي مهمة جدا وحكينا عنها سابقا اعتقد انه how to build your credit. طب هل لازم يسوي secure credit card، يعني لازم يحط مصاري، ولا بتقدروا تعطوه credit card داري؟ لا credit card عادي. secure credit card هي، وهلا ما بقى كتير يعملوا secure credit card، هي بس في حال عندك مشكل بالcredit bureau ممكن ياخدوا مثلا security وبحطوها for 2 years، المبلغ for 2 years على جنب، وبعد السنتين بيرجعوا لك. بس ما بقى كتير يعملوا سكيور. أنا أول ما جيت اضطريت أسوي سكيور لأنه ما كان نهائيا يعني. من زمان صح. ما كان من زمان. هلأ لا صار بيعطوا. أوكي ممتاز، في تقدم. طيب كويس. في تقدم. طيب خلينا ندخل الآن على الكلمات اللي بتخوف هاي. خلينا نحكي عن الـ RESP.
الـ R-E-S-P. شرحها شو هي، كيف نستفيد منها، كيف نفتح الحساب هذا وليش؟ اوكي، الRESP هو education savings plan، هو كرمال الاولاد وقت يكبروا يفوتوا على الجامعه نحن نكون مأمنين لهم المبلغ اللي يقدر يفوتوا على الجامعه. توحد يفتح اول شيء لازم يكون الشخص عنده social insurance number، والولد كمان يكون عنده social insurance number. فالمهم انه الاهل ينطروا للاولاد يصير عندهم social insurance number ليقدروا يفتحوا الRESP. ممكن نعمل، والأحسن نعمل family plan. family plan بتكون one plan وتحتها كل الأولاد as beneficiaries. فبكون يا أما الأم يا أما البي أو joint لحساب ك education savings plan، والأولاد كلهم beneficiaries. شو الفائدة من هاي؟ أنه في حال واحد من الأولاد قرر ما يروح جامعة أو ما استخدم كل المبلغ، it's shared مع الأخوات الباقيين، بس مهم يكونوا أخوات أكيد. أوكي. سبليتس. شو البنفيتس تعولها؟ إنه بس تعمل contribution على education بس savings بس plan. بس نادين هاي نقطة مهمة جدا. يعني النصيحة رائعة إنه لازم تعملوا family plan، بحيث إنه لو واحد من الأولاد لا سمح الله قرر يطلع ميكانيك، يعني ما بدي يدرس، ليش نحكي ميكانيكي لا سمح الله، ما بدي يدرس مثلا، وقرر ما بدي يدرس. بالشكل الطبيعي المصاري هاي لو انه لحاله بتصير عليها تاكس وبصير عليها قصص، صحيح؟ الكونتريبيوشن اللي لقلك لا، بس كل شيء انكم صار بقلب الحساب، ايه يعني كل شيء جروث صار بالادوكيشن سيفينجز بلان بصير عليه تاكسز. اوكي، والحكومه بتسحب مصاريها بتروح كلها الجرانت. اوكي، فلا هيك بيستفيد منها ولد تاني، يعني بواحد بكون مثلا اوكي قبل بده يشتغل شغلانه هاندي يعني، وواحد حابب يدرس فبتفيد اللي بدرس. ممتاز. اوكي، حتى لو كان عندنا بس ولد واحد يعني فينا نعملها فاميلي بلان ونرجع نزيد الاولاد بس يجوا. ممتاز ممتاز، الله يرزق الجميع. طيب ليش بنعملها، كيف بنعملها؟ اوكي، الادوكيشن سيفينجز بلان اول ما ينفتح الحساب بيطلع لك كندا ليرنينج بوند من الدوله $500 $500. اوكي، بيرجع الكونتريبيوشن ليميت كل سنه 2005 لحتى تستفيد من الجرانت تاع الدوله. قديش بيعطوا جرانت؟ بيعطوا 20% على المبلغ اللي انت عم بتحطه طالما انت within الـ 2005. اذا تخطيت الـ 2005 ما بيطلع الـ 20%، يعني ما بتاخذ الجرانت. بس في كل سنه to catch up على السنه اللي قبلها. يعني في حال انا صار لي بالبلد كذا سنه وبعد ما عملت ولا مره education savings plan وجاي هلا عم بعمل للولاد، في على كل ولد contribute 2005 بلس الـ 2005 من السنه اللي قبلها، فصارت 5000. طالي 1000 جرانت من الدوله ولكل ولد نفس الشيء، وكل سنه اي كان كاري فورورد لحتى سوري كاتش اب لحتى كاتش اب كل الليميت. حلو، يعني بقدر اسويهم لحتى اخر سنه اللي هي قديش 17 بس 17. اوكي، يعني اي واحد اولاد ما وصلوا ال 17 لحق حاله. طيب الان الولد هذا كيف بيستفيد من هاي الفلوس بعد ال 17؟ بيستفيد انه بس يفوت جامعه او كولج وبده المبلغ بينسحب المبلغ. طبعا نطلب انه كونفيرميشن انه الولد انقبل بالجامعه. المبلغ اللي الاهل حطوه ما عليه تاكس، بس كل شيء جرانت او جروث بقلب البلان الادوكيشن سيفينجز بلان بيصير التاكس على الولد، يعني اللي هو بيكون اصلا ما عم بيشتغل او عم يشتغل بارت تايم دبر حاله مش عم يشتغل او حاله، فبكون التاكس تبعه كتير قليله ويمكن ما يعني لانه الانكم بيكون كتير قليل، فمشان هيك هيدا البنفيتس. yeah. اكيد ما حيكون عليه، يعني ما اتوقع واحد عمره 18 سنه عم بدخل الوف يعني هيدا. اكزاكتلي اكزاكتلي، فاذا حتى الخوف من موضوع التاكس مش كبير كثير هون ابدا. وبقدر يدفعهم تويشن فيز ولا بقدر يستخدمهم مثلا يشتري بوكس ويشتري شغلات؟
بغض النظر، هو المهم في فورم من عبيه طبعا حسب الولد اذا فول تايم او بارت تايم، كم سنه متوقع بالجامعه، انه كل هالتفاصيل، وممكن يستخدمهم لاي شيء، يعني ما بنطلب كونفرميشن بعد ما ينسحبوا وين راح المبلغ. اوكي، بروحوا يعني على حسابه التشيكينج تبعه او وات ايفر، صح؟ في يا اما على حسابه او على حساب الاهل الكونتريبيوتر، يعني أوكي. صاحب يعني اللي حط المبلغ بالار اس بي. طب هون احسن يروحوا على حساب الولد عشان التاكس ولا حساب الاهل؟ لا ما خص التاكس، انا برايي احسن على حساب الاهل كرمال الولد ما يصرف المبلغ هيك. أوكي. الاهل عارفين وين عم بيروح يعني بيندفع دغري التيوشن فيس او يعني. واضح. ممتاز. اذا في شغلتين مهمات حكيتي لنا اياهم، انه الكونتريبيوشن اذا واحد دفع الحكومة بتعطيه 20% up to 1000 per year، يعني 2500 من إذا دفعوا الأهل بعطوه 1000، هذا مبلغ كويس يعني. طبعا الحلو في الموضوع أنه إذا أنت ما دفعتش السنوات الماضية you can build up السنة، وإذا ما دفعتش السنة الماضية قبل الستاش لحق حالك وادفع المبالغ كلها بحيث أن يكون عند الولد في مبلغ يقدر يدرس فيه. إذا Register Education Saving Plan. طيب أنت ذكرتي شغلة نادين أنا شوية بدي أركز عليها، حكيتي إذا صار في Growth كيف بيصير Growth؟ ما هو ما فيش عليه Income أو ما فيش عليه شو اسمه Interest. بلا، هو الـ RESP هو Plan. تحت الـ RESP فينا نعمل Different Types of Investment. ممكن يكون GICs اللي هو مثل ما ذكرت Guaranteed Investment Certificate اللي هو بتبقى سنة سنتين ثلاث سنين، بس ما كتير المردود تبعها عالي. والبارت الثاني أنك تعمل invest بmutual funds. Mutual funds اللي هو بالماركت stocks and bonds. من هون، وبما أنه الأولاد عادة وقت نبلش لهم Education Savings Plan عنا وقت طويل، Time Horizon تبعنا كتير طويل، فعندنا وقت لحتى المبلغ يزيد ويكبر. مشان هيك أحسن شيء أنه ينحط ب portfolio بيبقى stocks و bonds. stocks اللي هو بيكون في shares، والbonds بتعطينا شوي stability أكتر بالportfolio تبعنا، وهيك بيصير في growth بالمبلغ. وهي هاي 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 يعني تعتبر investments، يعني ممكن فيها ربح وخسارة، فما أتوقع فيها مواضيع مشاكل. لكن في سؤال مهم، انا لما رحت عملته لابني سالوني سؤال لو ريسك هاي ميديوم ريسك هاي ريسك، صح؟ بس سريعا لو هيك تعرجينا على هالشغله. الريسك هو حسب قديش واحد بيرتاح او بيكون كومفورتبل وقت المبلغ تبعه فلكتشويتس ان فاليو. هلا البورتفوليو مثل ما قلت بيبقى بوندز وستوكس، كل ما عندك ستوكس اكثر كل ما في ريسك اكثر. الستوكس هو وقت يكون يو اون شيرز بكومبانيز، ممكن يكون فاينانشال انستتيوشنز، فارماسيوتيكلز، تكنولوجي، عده تايبس اوف كومبانيز يو اون شيرز بقلبها. البوندز مثل وقت اللي يكون الجوفرمنت وونتس تو build infrastructure أو big companies بدها توسع they issue bonds، so بصير عندك كأنه interest أو income distribution. كل ما يكون عندك stocks أكتر كل ما في risk أكتر، كل ما bonds أكتر كل ما risk شوي أقل. أوكي، يعني هذا الفرق بين ال bonds والأمور هاي. ممتاز. أعتقد أنه واضح للجميع، وطبعا هذا بيعتمد على الاب والام قديش هم بيحبوا الريسك في الموضوع. صح، اكزاكتلي، قديش واحد مرتاح انه يعني المبلغ يطلع وينزل. طب دخلك هلا الوضع كيف مع الكورونا؟ الوضع نازل كتير ولا رجع؟ لا رجع بمارش، نزل كتير. أوكي. نزل منيح، هلا رجع يعني almost up to when can. اوكي الحمد لله، يعني اللي بده يدخل اولاده هيز اوكي في المدارس. طيب كويس الحمد لله. بيرفكت. هلا في شيء تاني على الار اي اس بي بتحبي تحكي عنه خاصه للناس اللي بس؟ حاذكر بعد شغله وحده، وقت كنا عم نحكي على contribution ال all years contribution لكل ولد هي 50,000، يعني ما فينا نتخطى ال 50,000.
احنا كل سنه عندنا 2005 صح؟ صح. فكل سنين ما فينا نتخطى ال 50,000، هيدا الماكسيموم. اوكي، والحكومه بتعطيك برضه ماكسيموم اللي هو ماكسيموم 7200 7200. اوكي اوكي، يعني ال 50 بيصيروا 57 و200. حلوين حلوين كويسين طبعا. 7000 هدول فصل كامل بيقدر يدرس فيه. ما هيدا ايه يعني مينيموم، هذا مينيموم، او بيشتري له سياره وخلاص. طيب اذا عنده الواحد ولد واحد وحكينا ما دخل بدفع، بصير الموضوع بيختلف، بدفع عليهم تاكس وبرجعوا مصاري للحكومة. طيب ممتاز. اعتقد بعرفش اذا في حدا عنده اسئله على الـ RESP يسال، احنا ممكن في نهايه الحلقه يعني نعطيكم مور ديتيلز على الموضوع. طيب انا هلا في عندنا السؤال المعقد يمكن شويه، وفي ناس كتير، اللي هو الفرق بين التي اف اس اي والار ار اس بي. اوكي لك المنبر. لك المنبر. التاكس فري سيفينجز اكاونت هو اتس ريجسترد اكاونت، يعني من الريجسترد مع الجوفرمنت. البنفيتس تبعها انه انت شو بتعمل كونتريبيوشن له، whatever it grows into ما عليه tax implications. يعني وقت تسحب المبلغ من التاكس فري سيفينجز اكاونت ما بتدفع تاكسز على الجروث اللي صار بقلب الحساب. مثال، خلينا نحكي مثال. اوكي مثال، انت عملت كونتريبيوشن اليوم 5000، بعد سنتين ثلاثه صاروا 8000. جيت عم تسحب المبلغ ما بتدفع تاكس على ال 3000 اللي نزاد، اللي صار فيه جروث بالحساب. اوكي هذا البنفيت تبعه. بس هذا في له ليميت طبعا. اوكي الليميت لهلا ل 2020 هي 69500. هلا هو الحساب تبلش من 2009. اوكي وكل سنه كان عندنا ليميت معينه، يعني لهلا يعني كل السنين 69500 وكل سنة بيزيد 6000. يعني أنا بقدر اليوم أروح أفتح ب 69500 صح، وسنة الجاي يعني كل January 1st إذا ما صار في تغييرات 6000 الليمت. هلأ إذا في حال انسحب من الحساب هيدا المبلغ اللي انسحب في الواحد يرجع to contribute again بس السنة اللي بعدها. أوكي اوكي، يعني اذا سحب مثلا 10000 بده يشتري سياره بيقدر يرجع يحط 10000 بس بالبدايه السنه الماليه الجديده. اوكي هلا الفرق بينه وبين الار اس بي انه التاكس فري بعد ما تكون دفعت التاكس على الحساب، على المصاري من حق الحساب. اوكي يعني ما بخصم ولا شيء بياثر على التاكس الجنرال اللي بندفعه. عشان هيك وما صح، وما بت وقت تروح تعمل الانكم تاكس تبعك ما بتقول مثلا I contributed للتاكس في سيفينجز اكاونت حابب او شيء، ما حدا قال عليك. او في عندك فلكسبيليتي اكيد، فيك تسحب امتى ما بدك، يعني منه ليميتد لانه ما عليه تاكس امبليكيشنز. اوكي اذا اسمه تاكس فري سيف. طب هو احسن كتير من السيفينج اكاونتس العادي اللي حكينا عنه؟ حسب، إذا كان longer term، يعني longer term يعني مش tax free، مش إنه كل ما خطر على باله الواحد كل شهرين ثلاثة يسحب من الحساب، هو أكثر longer term يعني plan. وتحت tax free savings account فيك كمان تعمل نفس the types of investments اللي فيك تعملهم تحت education savings plan، نفس الشيء تحت RSP، يعني ممكن تفوت stocks و bonds و GICs، يعني different kinds of investments. فإذا كان طبعاً إذا كان الجول تبع الشخص longer term، يعني 3 سنين أو أكتر، ساعتها ممكن يعمل stocks و bonds أكيد أحسن من أنه واحد يحط بالسيفينجز. سيفينجز أكتر for daily savings. أوكي واضح. طيب هلا بس بدي أركز على tax free saving accounts. أنا مثلاً حطيت مبلغ من سنتين ثلاثة وعم بيصير في المتشول فونز هذا بالبونز والستوك والهاي،
بس صراحة مش عم بعرف امتى بيجيني المصاري، شو بيجيني برسنتج عليهم، شو مرابحي شو مخاسري، كيف بتابع هذا الشيء؟ هل لازم احكي مع الفاينانشال ادفايزر ولا عن طريق الويب سايت ممكن او على هو مفترض ينبعت ستيتمنت الميوتشال فاندز كل 3 اشهر بينبعت ستيتمنت بالتفاصيل الحساب، يعني شو صار في جروث، في نزل الحساب، يعني بيعطوك تفاصيل كل 3 اشهر. وحتى انت فيك تبو اونلاين مش عن الويب سايت تبعتهم، اونلاين بانكينج، تطلع على الحساب بيبين معك قديش المبلغ صار، بتعرف قديش انت كونتريبيوتد وقد ايه صار المبلغ. اوكي اذا بدك تفاصيل صح، اذا بدك تفاصيل اكثر اكيد يعني بدك تحكي مع الفاينانشال ادفايزر بيفسر لك بالضبط. بس هو مش انترست، اذا ميوتشال فاندز مالنا انترست، هو جروث. يعني بتلاقي اليوم المبلغ 1000، ثاني يوم 1000، ممكن اقل شوي ممكن اقل، فبيبقى كل يوم بيتغير حسب الماركت، بتسكر الماركت يا حسب الماركت. حسب الماركت اكزاكتلي، مش انترست معينه عم تنزل على الحساب. تفضل عندك سؤال. انا كان في عندي سؤال صراحه بس حابب اساله، يمكن شوي محرج بس خلينا نكون honest لأنه الناس موجودين هون، احنا عارفين انك بتشتغل ببنك، بس سمعت في financial institution مش بنوك بتفتح حسابات خاصة تبع education تبع الأطفال وبعطوا شغلات أحسن packages من البنوك، هل عندك معلومات عن الموضوع ولا it's not true؟ أصدق يمكن investment brokers، يمكن زي investment brokers. yeah. شوف المشكل بالinvestment brokers إنه مثل عندك investment group أو عندك غير شركات، الفيز تبعهم عالي. يعني وقت تيجي تعمل mutual funds الفيز تبعهم لازم واحد يركز قديش عم بياخدوا فيز، لأنه هن إجمالاً commissioned أكتر. وقت الemployees بال financial institution أو بالبنوك هن salaried، so هن they work حسب الكلاينت شو بيفيده أو شو حسب الجول تبع الكلاينت، مش شو الشخص بيستفيد. عرفت قصدي؟ ف حلو، نقطة حلوة لازم نعرفها. نقطة حلوة لازم نعرفها بحيث إنه اللي حابب يروح على واحد تاني يسأل شو اللي له وشو اللي عليه. مظبوط، هو الأحسن شيء يعني في حال قرر يطلع بس على الفيز، يطلع يعني what goes in what goes out كل التفاصيل. ومهم كمان وقت اللي نعمل contribution في شيء اسمه front load و back load، يعني وقت اللي انت تحط to contribute على هذه الانفستمنت بياخدوا فيه معين، ووقت اللي تسحب المبلغ بياخدوا فيه معين، فكمان واحد لازم ينتبه على هذا الشيء. اوكي، مي بتسال بتقول هل ممكن اضع مبلغ في بنك؟ ايش نوع الحساب يا مي؟ ويزيد هذا المبلغ فاكيد هو يزيد، يعني يا اما عليه انترست يا اما ماتشور فوند يعني يشغلوه يمكن اقدر اسحب منه شهريا. ممكن في نوع انفستمنت معينين فيك بتحدد، مثلا انت بدك تسحب من الانفستمنت 4% او 6%، بس ما انت المشكل انه يور ديبليتينج الفاندز، هو هول الفاندز الجول طبعا انه تو جرو، انت عم تسحب منهم ديفيتس ذا بيربس. حسب الشخص شو الجول تبعه، ليه بده يصير في سحب شهري، بس ممكن بتصير اكيد. اوكي، يعني يمكن انا قصدها ماي انه مثلا جوزها او هي ومعهم مبلغ كبير حابين يحطوه في البنك ويسحبوا منه مصاريفهم الشهريه، فاي ثينك يا ممكن اي ثينك تحول من السيفنج للتشيكينج وتبدا تصرف منه. صحيح صح مزبوط، الا اذا بس بيزيد بس مش كتير بالسيفنجز، مش حيكون كتير الانترست طبعا. السيفنج في كندا انا شفته من اقل الدول، ما بعرف هل هو يعني هو لانه الاكونتس ار سيف بيعتبروها انه مش او هو لانه صح. عندهم كمان بدك تشوف الانترست على
مقابلة على المورجيجز وعلى هالأشياء، فمش طيب. هيك بتزين طلع بلادنا الانترست على المورجيجز طبعا أعلى 6 و7 يعني مزبوط صحيح 6 و7 فوقت اللي تاخذ انت هون 2 و3 ان كومباريزن ل 6 و7 فمشان هيك الانترست تعولهم يعني هن بيدينوا على أقل فطبعا وقت اللي يجوا بده يعطوا رح يعطوا على أقل كمان very clear very clear very clear طيب الان الاخت التي اف اس اي اللي هي ار ار اس بي صديقتها اختها بنت عمها منافستها خلينا نعرف ايش هي ار ار اس بي كومبليتلي ديفرنت اوكي الار ار اس بي هو كمان ريجسترد اكاونت عبر الجوفرمنت هو فور ريتايرمنت البنفيتس تبعه انه اوفسيتس الانكم تاكس وقت اللي انت تعمل كونتريبيوشن بالريتايرمنت سيفينجز بلان بت النت انكم اللي لك جتس ديدكتد بهيدي الاماونت يعني انت عملت كونتريبيوشن اليوم 5000 بصير عندك ديدكشن بالنت انكم ف اوتوماتيكلي بصير التاكس اللي عم تدفعه على الانكم اقل بصير عندك تاكس كريدت مش هيك وقت تعمل فايلينج للتاكسز وتقدم انت يو كونتريبيوتد للار اس بي بيرجع لك تاكسز بيرجع لك خلينا نادين نحكي ارقام مثال لانه احيانا احنا الثيوري عشان احنا مش تبعون بنوك ولا حسابات فمثال انا 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 عندي دخل 50000 السنه هاي عملت كونتريبيوشن 10000 على الار ار اس بي كان اي باي ذا واي حسب اوكي حسب الليمت بس توضح شغل الكونتريبيوشن ليمت حسب الانكم اللي لك الانكم تبع لاست يير اوكي وحسب قديش ال وكاري فورورد اكيد يعني تبع لاست يير وكاري فورورد يعني فيك ترجع تعمل كونتريبيوشن بعدين وحسب اذا عندك كومباني بنشن كمان ات مايت افكت الليمت تبعك جوفرمنت بنشن مش الجوفرمنت الكومباني بنشن كومباني اوكي طيب اذا اذا هو برسنتج هل في برسنتج ثابت 18% انا سمعت ولا 18% من الانكم تبع السنه اللي قبل up to 2020 هو 27230 اوكي يعني اذا دخلي 100000 بقدر احط 18000 في الريجستر بلان اذا دخلي كان 50000 زي ما افترضت انا بكون 9000 اذا انا 10000 طلعت عن الليمت مش مسموح صح اوكي اذا انا دخلت 50000 السنه الماضيه والسنه هاي نفس المبلغ فبطلع لي 9000 ماكسيمم احطه في الار ار اس بي اللي هو باي ذا واي registered انا بدي اسالك سؤال شو معنى register ذكريني فيه registered retirement saving plan طيب حطيت هذا المبلغ شو بصير فيه هذا المبلغ هل بصير انا بصير انا دخلي قدام الضريبه 41000 بس صح صح بصير النت انكم النت انكم اللي انت عم تدفع عليه تاكسز اقل هذا الفايده تعيده والبنفيتس كمان اكثر انه انت يور كونتريبيوتينج هلا على الهاير انكم وقت اللي انت وان يو ريتاير وتصير تاخذ بنشن بلش تاخذ من الار اس بي بيكون الانكم اللي لك اقل فاوتوماتيكلي انت عم تسحب المبلغ من الار اس بي على لور انكم زي الطالب اللي حكينا عنه ار اس بي اكزاكتلي صح لانه انت لما بتكبر بصير عندك بس هذا الدخل ما في غيره يعني مزبوط البنشن في اللو بريكت البنشن اقل البنشن بصير اقل مزبوط وهاي يمكن كويسه للناس اللي ممكن ينقلهم هذا الانكم بعد الار ار اس بي من بريكت لبريكت اكيد هاي بتفيدهم كثير اي ثينك طبعا اكيد اكيد هلا في شيء ار ار اس بي في شيء اسمه سباوزل ار ار اس بي اوكي السباوزل ار اس بي اللي هو اذا كان الشخص الانكم تبعه عالي والسباوز اللي له يا اما انكم اقل او مش عم تشتغل او يعني الانكم اقل ساعتها بيعمل كونتريبيوشن از سباوزل ار اس بي هو بيستفيد من الانكم تاكس بس وقت اللي ينسحب المبلغ بينسحب تحت السباوز طالما ضل المبلغ for two years بالRRSP هلا في حال عمل contribution اليوم وانسحب من هلا لسنتين للRRSP
الشخص اللي عمل contribution اللي هو high income هو اللي بيدفع تاكس عليه. في حال بعد السنتين السباوس اللي بتدفع التاكس اللي هو بيكون الانكم تبعها اقل فعم تسحب على انكم تاكس اقل. اوكي هذه ايش اسمها مره ثانيه؟ سباوس ار ار اس بي. سباوس الار ار اس بي اوكي اللي هو الزوج يعني او الزوجه والزوجه. صح مزبوط. هاي جديده. طيب هذه حلوه. يعني اذا الواحد زوجه او زوجته لا تعمل فممكن هذه تفيده كثير. صح خصوصا اذا كان تبعه عالي كثير مهم يعمل سباوز ار اس بي. اوكي واو هذا اتس ا جود ثينجز. طيب في سؤال انا بدي اسالك اياه، شو يعني ريجستر مع الجوفرمنت؟ يعني ما هو كل الاكونتس ريجستر مع او كلها بتعرفها؟ ريجستر يعني المبلغ it's tax free. يعني as long as هو هذا المبلغ تحت البلان it's tax free, it grows without paying any taxes. okay. انت وقت تحط مبلغ بالسيفنجز وقت يكون حساب non registered او مش ضروري سيفنجز فيكون non registered investment كل سنه you have to report كل شيء صار في عندك income او growth او شو من كان تحت هذا الحساب. وقت يكون في registered اللي هو مثل التاكس فري والار اس بي والار اي اس بي ما في عليه تاكس، ما في تاكس امبليكيشنز. اوكي انا عارف احنا شوي طولنا عليكي بس ضايل سؤال مش مشكله ابدا. اذا ابنك بده شيء جاوبيه، احنا لايف والناس بتعرف وعارفه بدون توري. ضحك لحاله ومشي. لا 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 اذا بحابب يطلع كمان ما عندناش مشكله، هذه حياه الكورونا يعني. تسلم. طبعا احنا مقدرين جهدك اول شيء اليوم احد عم تعطينا وقتك ووقت العائله فمشكوره كثير يعني it's highly appreciated انك لانه هذا الفيديو اللي ما حضروا اليوم راح يحضروا بكره خاصه القادمين الجدد وراح يدعوا لك دائما اكيد. تسلم ان شاء الله. طب انت كشخص بدك تعطيني نصيحة، أنا مثلاً جاي عندك راح تقولي لي افتح TFSA ولا RRSP، شو الفرق؟ هلأ حسب، إذا بعدك جاي جديد على البلد أكيد مش RRSP لأنه ما في income. أوكي بالطبيعي. حتى Tax Free Savings Account لازم الواحد يعرف قديش الليمت تبعه وقت اللي يجي على البلد، يعني الأحسن أنه يتصل بالCRA اللي ينعرف قديش ليميت تبعه لانه يكون بعده واصل، فبعد يعني بعد ما في ليميت معينه للتاكس فري. فالاحسن انه يتاكد بس يعني حسب قديش الانكم، اذا الانكم بمحل انه لازم ينعمل ار اس بي كونتريبيوشن اكيد اول شيء ار اس بي لحتى تستفيد من الانكم تاكس، وثاني شيء هو التاكس فري سيفنجز اكاونت. هلا في حال انت عم بتجمع لشيء يعني ممكن بعد 5 سنين تسحب المبلغ، عارف انه بعد 5 سنين او 5 سنة اكيد تاكس فري سيفنجز اكاونت مش ار اس بي، لانه الار اس بي مجرد ما ينسحب من المبلغ في تاكس امبليكيشنز والتاكس عالي. يعني اذا عم تسحب 5000 اتس 10%، اذا عم تسحب 5 ل 15 20% هيدي من الفاينانشال انستتيوشن يعني جتس هيلد اوف على بالبنك، وبعدين اكيد اخر السنه وقت يعمل التاكسز بحسب التاكس براكت، واذا كان فوق ال 15000 30%. سو والتي اف اس اي ما عليه بس في حالتين الار اس بي بدي اذكر، ممكن واحد يسحب من الار اس بي ممكن اقول او اوكي ما بيدفع تاكسز، اللي هو اول شيء اسمه هوم باير بلان. اوكي هيدي اذا واحد عم بيشتري بيت لاول مره، اوكي يعني ما كان عنده بيت قبل وهو first time home buyer، بحق له يسحب up to 35,000 من الـ RRSP هو والسباوس individually، كل واحد فيهم في يسحب 35,000 بلا tax implications. نادين لو واحد حكالي قبل ما أشتري بيتي كان قديش وفر علي فعلا مرة. يعني هذه الناس يمكن هلأ مش فاهماها بس صراحة يا شباب هاي very important يعني بوينت انكم تفهموها وتتذكروها دائما وتحطوها زي ما بقولوا المصريين حلقه بودنتكم. ال RRSP first home buyer بيقدر صح بيقدر يسحب up to 35,000 وعنده 15 years لحتى يردهم، يعني بالسنه اللي بعد ما ينسحب. الحاله الثانيه هي شيء اسمه long life learning plan،
اللي هي LLP. هاي في حال حدا قرر يعمل degree, undergraduate degree, هو أو spouse, أي حدا فيهم كمان ممكن ينسحب من RSP بلا tax implications. عندنا limit for withdrawal per year 10,000 و per 4 years لنحسب فت undergraduate degree he needs 4 years 20,000 altogether. أوكي. بس عفوا أنا بدي أسأل سؤال سريع يمكن هو من الأواخر الأسئلة, هل هذه بس من الحكومة ولا البنك برضو ما بأخذ فلوس اللي حكيت عنهم العشرين بالمية والعشر؟ اثنين ما بياخدوا. آه ما في عليه شيء يعني أكنه أوكي ممتاز. ولا شيء الريجولر وذراول البنك بياخد بس ترجع أكيد it gets offset وقت اللي أنت تقدم التاكس تبعك يعني حسب إذا التاكس براكت اللي لقلك أقل بيرجع بتتعدل. ال RRSP ممكن برضو أشغله ماتشول فونز وبونز وشغلات طبعا وكتير مهم من ال RSP لأنه long term يكون بشيء that has growth لأنه خليني أذكر لأنه ال RSP فيك تعمل contribution لا يصير عمرك 71 بس يصير الشخص عمره 71 بالسنة اللي بي he turned 71 by December 31st الحساب لازم ينقلب شيء اسمه RIF أو RRIF so Registered okay. Retirement Income Fund وأوتوماتيكلي okay. حيث الRIF بيصير لازم ينسحب من الحساب there is a minimum payment every year وكل سنة بيزيد البرسنتج حسب عمره للشخص. طيب هلا الريتايرمنت 63 I think في كندا, هلا بقدر أسحب أنا من الـ RRSP قبل الـ 71 ولا؟ طبعا. طب في ناس بيعملوا ريتايرمنت early retirement بالـ 50 مثلا. صح كل البنشن تبعهم منيح. Yeah can I start RRSP taking from؟ ممكن أي طبعا. Okay so it depends on my retirement مش على الـ age تبع الـ government. لا مزبوط حسب انت الريتايرمنت تبعك. اوكي اي ثينك معلومات كتير رائعه اختنا دين يعني اي ثينك انك فعلا اعطيتينا معلومات كتيره. بنرجع بنحكي انه الاختنا دين اشتغلت او بتشتغل الان فاينانشال ادفايزر في السي اي بي سي موجوده في كارلينغوود مول في برانش سوري كارلينغوود برانش في اوتاوا. اللي حابب يعمل معها هي حتحط غدا ان شاء الله الديتيلز تبعت الاتصال تواصل معها سواء الايميل او التلفون. فاذا حبب حد هذه اي استشاره سواء باي ايميل او باي فون اكيد ان شاء الله حتكون معكم وتساعدكم. بنشكر كثير. بعرفش اذا في عندك اي شيء ما حكيتيه او حابه توجهي رساله للجمهور باي ذا اند. لا شكرا كثير على وقتك ووقتهم واذا اي حدا عنده اي سؤال او اي شيء انا I'm here to help وthank you again. طبعا باسمكم جميعا احنا بنشكر سيدة نادين طبارة باسم كنار بنشكرها كثير فعلا كفت ووفت اعطتنا الملخص وشغلات صراحة. أنا بحكي لو إنه في فاينانشال أدفايزر أو حلقة زي هيك حضرتها أول ما جيت على كندا عشان واحد يساعدني بالشغلات اللي كنت تايه فيها. أجين بحكي لك شكرا كتير لوقتك ووقت العائلة أشكرين إياهم برضو عنا للجميع. بنحابين نذكركم اليوم إن شاء الله الساعة 8:30 حيكون عندنا حلقة عشان تحكي عن الماركت آخر تطورات الماركت السوق المالي في كندا. والساعة 9 إن شاء الله حنحكي عن قضايا سياسية. اليوم حنناقش حزب الـ NDP. كونوا معنا في الحلقتين المهمات اللي راح يكونوا وفي نهايتهم في نهاية هاي الحلقة بنحكي لكم كنار TV صوت العرب من كندا بتسلم عليكم. سلام.